السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. اليوم جيتكم فيديو جديد، بغيت نشارك معكم رز مسقي بالبصله على طريقه ليبيه. هنايا عندي اللحم على حسب افراد الاسره، عندي الملح، عندي الفلفل المتوسط مش حار مش حلو، عندي الكركم او البزار، عندي نصف معلقه ديال القرفه، جوج معالق كبار ديال الطماطم المركزه. هنايا عندي ربعه البصلات، بصله شلطت على الطريقه هذه غنشحرها مع اللحم، والبصله الثانيه انتم غتشوفوا كيفاش غنديرها. وعندي الحمص منقع اللي هو مكونجلي في الفريز، وعندي نص كاس الزيت. هنايا البنات صبيت الزيت ديالي في الطنجره، غنشوح به ديك البصله واللحم حتى يتشحروا مزيان. بعد ما تشحرات هي ديك البصله ونزلات، غادي ندير هنايا هذوك جوج المعالق ديال الطماطم، صافي زوين. وين هاد الرز البنات ضروري تشوفوا الطماطم في الزيت. هنايا بعد ما تشوحات ديك الطماطم، غادي نضيف هنايا القرفه، الملح والبهارات كلهم. غادي نضيف شويه الماء، هنايا البنات بعد ما مرقت الطنجره ديالي درت الماء هنايا شويه بكثره على حسب اللحم عندي البقري، خصو ضروري يطيب براحته. هنايا البنات هذا هو الرز اللي غادي نديرو يفور في الكسكاس. غادي ندير فيه نغسلو من داك النشا اللي فيه مزيان عاد نديرو في الكسكاس. كيبقى الرز على حسب افراد الاسره. انا هنايا خديت جوج كيسان ديال الرز. دابا غادي نصفي من هذا الماء وغنديرو في الكسكاس. هنايا بعد ما طلع لي البخار في ديك البصله والحمص لمده 10 دقائق، غادي نحيدو من الكسكاس وغادي نديرو في الطنجره بوحدو، وناخد من ديك المرقه اللي كطيب اللي كيطيب فيها اللحم نصب عليه، نصب على البصله. شوفوا معايا الطريقه كيفاش. هنايا البنات خديت شويه الفلفل الحمراء اللي هي متوسطه مش حاره ومش حلوه، والقرفه وشويه الملح. غادي نضيفهم في ديك البصله اللي درتها في النيجره بوحدها، غادي نحركها وغادي نخليها طيب.
هنايا الرز ديالي بعد ما فار لي الفوره الاولى، غادي دابا نحيدو من الطنجره وغادي نديرو في الماء، نخليه 6 دقائق 5 دقائق منقع في داك الماء، من بعد ندوز نصفيه من داك الماء ونرجعو في الطنجره. هنايا بعد داك ما خليت داك الرز منقع في الماء، دابا غنصفيه من داك الماء وغنرجعو يفور عفوا في الطنجره ديالي لمده 10 دقائق. من بعد ما يفور هذيك 10 دقائق غادي نهز من ديك المرقه اللي كيطيب فيها غير من الفوق، داك الزيت اللي من الفوق، وغنصبو في الرز ديالي وغادي كله نخلطو في ديك المرقه. تدخل فيه ديك ليدام كامل. وهنايا البنات نسيت ما قلت لكمش، غادي تديروا شويه الملح في داك الرز اللي في الكسكاس باش ما يجيكمش باسل. هنايا عندي 3 البطاطات غادي نديرهم في المرقه ديالي، كيبقى على حسب الرغبه، بغيتو ديروهم ديروهم، ما بغيتوش ديروهم استغناو عنهم. هنايا عندي الفريز كنقليها، واحد الفليفله حاره باش نزين بها الطبق ديالي، وخليكم معايا حتى نوريكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال الطبق ديالي، راه كيجي زوين زوين البنات بزاف، غير جربوه. وكنتمنى اللي ما مشتركش في القناه اول مره يشوف الفيديو يشترك ويخلي لي لايك، واللي عجبو الفيديو يخلي لي لايك. ويلا نخلي لكم الراحه البنات حتى نتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامه.